في قلب جبال الأطلس الكبير بجماعة أمزميز، هناك يتم بناء قرية خارجة عن المألوف واللي تعطاها اسم دوار شمسي. هو فضاء تصمم باش يوفر مأوى جديد للأطفال اللي صبحوا أيتام من بعد الزلزال اللي ضرب منطقة الحوز في شتنبر 2023. دوار شمسي تصمم بطريقة إيكولوجية وكيحترم معايير مكافحة الزلزال وكيوفر أنشطة تعليمية وثقافية وفنية ورياضية. زيادة على هذا الشيء كنوفروا الدعم الاجتماعي والنفسي ل 144 يتيم. الهدف ديالنا الأسمى ديال الجمعية هو أنه تكون واحد طاقة شابة في المستقبل، يكون عندهم دي بروجي ديالهم، يكون عندهم مشاريع ديالهم اللي يخدموا عليهم. هذا الفضاء الدافئ اللي تم بناؤه في وقت قياسي جدا بمبادرة من الجمعية المغربية لحماية الأطفال في وضعية هشة، غادي يمكن هاد الأطفال من العيش في ظروف مزيانة تماما بحال الوسط الأسري، بحيث أنهم غادي يكبروا وهما محاطين بالعطف والحنان. المشروع الدور ديالو هو يخرج لنا الاطفال من ديك الازمه اللي كانوا كيعيشوها في الزنزال ودوك الاوضاع اللي عاشوا. كاين التيساج، كاين الديسان، وكاين هادشي ديال لي جو. بالنسبه لك ديك لي غروب من بين 3 سنين حتى 7 سنين كنخدموا معاهم لي جو، منها تيتعلموا هما ومنها تيكونوا تراسهم. دوار شمسي للمساحه ديالو 2 ديال الهكتار كيتوفر على مرافق ضروريه باش يلبي حاجيات هاد النزلاء، من مكان الاطعام والاقامه والترفيه وملاعب رياضيه، بالإضافة لقاعات دراسية ومكتبة ومستوصف، وكذلك المركز الاستماع وفضاءات كتوفر المبيت لأفراد الأسر الأيتام وحتى الأولياء أمور ديالهم.